شباب عاملين ايه؟ احنا بنلعب لعبة احنا كنا بنلعبها بس مش فاكر اسمها ايه، مختلفة خالص. يلا لودينج. حطيت 3 نقط. ايه ده؟ ساتر، ايه الغراب ده؟ انا شكلي عشويك النهارده. ايه ده؟ مش كانوا في 2 هنا؟ والله حصل له. والله العظيم شكل الغراب الجن. شايفين اللي اشوفه؟ موارد كمية محترمة، كمية محترمة. كلب استنى هورهولك. شايفين ده؟ هو في دي بقى. شايفين ايه ده؟ وحتى مستخبي. مش عاوز الموارد دي تروح ولا هدوم حتى عشان الساعة. أنا بعصاية أبو عصام. بس ما هاخد الحديد، الحديدة دي اوعى. انا خايف والله لو الحاجات دي تروح. يا ساتر، حتى الله يخاف المفروض يموتني هيت شوت على فين. طب الله عليك يا زكي.
أرفص 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 واحد دي ثلاثة أرباع واحد دي ثلاثة أرباع يلا طب تمرين صباح واحد دي ثلاثة أرباع واحد دي ثلاثة أرباع واحد واحد دي ثلاثة أرباع نظبط حلو. عندي طبعا اتنين من الغزال عشان اكل، ما عنديش غير الغزال بقى. معلش يا شباب دي خروش، نقصلي 5 نمل بس. يا نهار ده كده كتير. ثريت ليفل مني يا نهار ده كاتب لي سكيلتون. يعني ايه ده؟ مش فاهم. ده قصده ان انا هموت. يا نهار خسارة. ايه ده المكان ده؟ يا لهوي زومبيات كتير. ايه يا جدعان ده؟ في فيروس. اللي جاب الزومبيات؟ ما اللي جاب الزومبيات مع الذئاب، هما اتعاونوا مع بعض. اوه حلو دويت. يا لهوي على الكمية. لا انا كده هيموتولي بسرعة. لقيت واحد ماشي، نفسي اسحب واحد. لا لا بقى الله يعين. عيب كده. سبحان الله كده كتير قوي. ده لسه المرة اللي فاتت جايب 2001 زومبي. خراشي انا هاجم كل دول ازاي؟ محتاج اطور نفسي. لو كنت سيب السلاح عشان اعمل الصوت كنت انزل الزومبيات. في تشيس بس حواليكي. يا لهوي على رخامتكم. حاجات زي اقدر دلوقتي ابني الموتوسيكل. هيل اول مكان احنا نلوته ولا ايه؟ ايه ده؟ مبجد هو يا عم شيل العلم. ايوه يا عم شيل. بس عايز صوت حبيبي. ايه يا عم انت؟ ايه يا عم
اوعى. طب ايه اللي حاططك دي؟ واو اسمه ايه ده؟ ماشي سيفني المكان بتاعنا ليفل كام؟ اوه ليفل 6 يا سلام، نص حبة وبقى ليفل 10، وصلت اخر 4 ليفل كده الموضوع خلاص. وضع دلوقتي ابني الحاجة ايه الزومبي مش هيضربوا عليا. ايه ده؟ ده ياخد وقت. شايفين دقيق كبير 16 22. لا ده بيديني وقت. شايفين ده بيديني وقت اللي انا لازم اكون محرص. ده كده عيب اللي بيحصل، عيب. ده يقول لي في كمان زومبيات، انا مش فاهم ازاي هما بيجوا معندي، دي حاجة غريبة. والله يا ماما افتكرت زومبي. فانا مش فاهم ايه الحكاية، مش فاهم انا ايه الحكاية معايا. محتاج 4 شنط ليه يا راجل؟ معدات قربت تخلص يا راجل. طب زي الدنيا يا ماما، والله زومبيات ايه هيوجعلي دماغي لو جم هيوجعلي دماغي. اي حد يجي هنا ويت عايز كده ضو حلو السبت ده. ليه كده يا عم؟ بس ايه ده؟ من الحاجة يا عم عارفه بالسقف. ايوه كده. ايه يا عم الاشتغاله دي؟ تقريبا في حاجه غلط يعني. انا فنان ايه كده؟ فنان 4 15. محتاج المسامير. لا بس بادي. ضمك يا حفاره.
قلت تعبت منك، تعبت. شوية دمت عندي شوية في الشيست تاني، بسرعة وأجيب حيلو. لأ بتعمل ايه؟ حلو الواحد.